بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. هركز المره دي على ايه مهمه، وجد كلامك فاكلت. ايه اظن كلنا حافظينها وبنحبها، وجد كلامك فاكلت. تعالوا نشوف اتقالت امتى في ارميه 15:15. هنا كان بيصلي على فكره. السفر ده من الاسفار اللي فيها الصلاه ممزوجه بالوعظ. يعني ايه؟ تبقى عاوز تميز هو امتى بيكلم الناس وامتى بيكلم ربنا، لانه فجأة بتلاقيه قطع الكلام مع الناس وبقى يكلم ربنا، وفجأة رجع يكلم الناس تاني. ودي رسالة النبي او الخادم، انه حياته كلها كلام مع ربنا وكلام مع الناس عن ربنا، فتلاقي الفصل اللي بينهم يكاد ينعدم من كتر ما هو عايش كده، كلم ربنا ويكلم الناس. انت يا رب عرفت اذكرني وتعهدني. كان بيشكي، كان قبلها بيقول له رب انا متعذب والناس وحشه قوي، محدش قابل كلامي وانا تعبت، وانتقم لي من مضطهديه بطول اناتك لا تاخذني، بطول اناتك لا تاخذني، يعني طول بالك عليا لو انا مش جاهز. اعرف احتمالي العار لاجلك، يعني شوف يا رب انا استحملت عشانك كتير. وجد كلامك فاكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلب. تحس ان الآية دي فجأة كده يعني مش ماشية مع سياق الكلام. واحد بيشكي وبيقول له رب انا تعبت، وافتكر قد ايه انا اتبهدلت عشانك، وما تاخدنيش كده وانا مش جاهز، طول بالك عليا لو انا قلبي ضيق لسه مش قادر استحمل اليهود وغلبهم. وبعدين فجأة يقول ايه؟ كلامك مفرح يا رب. كأنه أكتر حاجة تعزي الواحد في مشاكله وضيقاته كلمة ربنا. أكتر حاجة تسند الواحد في إحباطاته من الناس كلمة ربنا. محدش فينا بيعيش حياة سهلة، كله بيتعرض لإحباطات ويبقى متوقع حاجات والحاجات دي ما تحصلش ويتعب، إن كان من الناس إن كان من الظروف إن كان من الوحدة إن كان. طب ايه اللي يعزي؟ الناس ما بتعزيش قوي. لما جم يعزوا ايوب قال لهم معزوم متعبون، يا ريتكم تسكتوا، قال لهم كده، قال لهم لو سكتوا تتحسب لكم فضيله، تعبتوني بالكلام. الناس ما بتقدرش تريح، انما اللي قريبين من ربنا عارفين سر قوه كلمه ربنا. فهنا بيقول له وجد كلامك، انا كنت جعان هفتان تعبان فاكلته، فكان كلامك لي للفرح. يعني وسط واحد عمال يقول له يا رب انا تعبت، انا انت عرفت اللي انا فيه، انا اتذليت، انا اتبهدلت، انا في عار، انا. وبعدين فجاه يقول لك الفرح وبهجه قلبي. نفسنا نوصل للحته دي، ان الواحد يبقى عارف عزاؤه كلمه ربنا. ما انساش لما كنت بشتغل دكتور زمان، جالي واحد في العياده، انساش الراجل ده لغايه مش عارف اسمه. وبعدين احنا متعودين بقى عارفين كل الامراض دلوقتي ليها علاقه بالنفسيه التعبانه، فدايما نسأل سؤال تلقائي في مشاكل كبيره مضايقاك ومنها اعتراف برضو يعني. انما ايه، الراجل ده الحقيقه قال لي بص يا فلان، انا اتعلمت لما اتضايق اقفل على نفسي واقعد ساعه ساعتين مع الانجيل لغايه ما افك، فانا مفيش حاجه تقدر تضايقني مهما كانت. الحقيقه ما كانش، احنا كنا قاعدين في عياده يعني ورانا شغل، انما انا فوجئت بالاجابه بالتلقائيه دي. يعني انا اتعودت واتعلمت اول ما اتضايق اسيب كل حاجه واقفل على نفسي واقعد مع الانجيل، لازم افك، مش هسيب الانجيل غير لما اطلع فرحان. هو ده اللي بيقوله ارميه، واحد متضايق ومرهق وتعبان، كان كلامك لي للفرح ولبهجه قلبي. واحد تاني مرة قال لي برضه، قال لي أنا أكتر سفر بقراه سفر الرؤيا، مش فاهم حاجة إنما بنبسط. كل لما أتضايق أقرا سفر الرؤيا، أبقى مش فاهم حاجة وأطلع مبسوط. هو كلام ربنا فيه أسرار فعلا، يعني ممكن ما تفهمش كل حاجة إنما في سر فعلا. واحد تالت قال إيه؟ قال أول مرة ده ما كانش مسيحي، ده بقى يعني أسقف في الكنيسة الروسية، فحكى حكايته لما كان ملحد في الزمن الشيوعي، ده كان راجل عظيم الحقيقة، راح السماء من كام سنة.
قال انا كنتش من الملحدين بتوع روسيا في العشرينات يعني، وبعدين فضلوا يشجعوني ادخل كنيسة، ودخلت كنيسة يعني اتشدت قوي المنظر، الاسقف اللي بيصلي والرهبة، حسيت كده باحساس. وبعدين ادوني انجيل، وكان ممنوع الحاجات دي. قال قعدت بالليل اقرا الانجيل ده، كان انجيل مرقس، لقيت نفسي مش قادر اسيبه. وبعد ساعة وانا بقرا كان عندي احساس غريب ان في شخص قاعد معايا طول الوقت، وكنت دموعي نازلة طول الليل مش عارف اوقف. وخلصت انجيل مرقس وركعت وقلت له انت ربي والهي، وبعد كده دخل في التلمذة والموعوظين وتعمد وبقى اسقف، وله كتابات رائعة من الراشن ارثوذكس الحلوين قوي. معنى كده ان كلمة ربنا فيها سر احنا مش عارفين نكتشف، او احنا مش مقدرينه. لما ربنا يسوع اتكلم عن مثل الملكوت قال يشبه رجلا يطلب لآلئ حسنة، وجد لؤلؤة غالية الثمن، مضى وباع كل شيء. اغلب القديسين قالوا اللؤلؤة دي ايه؟ الانجيل. اغلب المفسرين الفطاحل الكبار اغسطينوس وذهبي الفمون قالوا اللؤلؤة اللي الدنيا الواحد يبيع الدنيا عشانها هي كلمة ربنا. مضى وباع كل شيء واشتراها. وبرضو حكاية الحقل، أصل تقال المثل بطريقة تاني، يشبه رجلا وجد كنزا في حقل، مخفيا في حقل، فمضى باع كل شيء واشترى الحقل مش الكنز، فقالوا الحقل الإنجيل والكنز هو المسيح، فيشتري الحقل كله عشان يقعد إيه يفتش براحته على الكنز. فاهمين الفكرة؟ الإنجيل جوه الكنز المسيح. إحنا بقى عندنا الكنز ومش دريانين، عايشين زي الفقراء كده اللي عندهم رصيد في البنك ومش مش عارفين اللي عندهم. وجد كأنك لقيت لقية، لقيت لقية. انت كم مرة حسيت ان الآية دي لقية، يعني حاجة عمرك ما خدت بالك منها؟ ده اختبار جميل، خبرة جميلة قوي ان الآية تخبط فيك تحس ايه ده، هي في آية كده والآية دي حقيقية. يعني لما ربنا يقول لك مثلا أنا معكم كل الأيام، دي الآية دي حاجة حلوة أوي، لا أهملك لا أتركك، طب دي آية، ده كنز، ده مش بودي جارد، ده ربنا اللي معاك اللي بيقول لك أنا معكم لا أهملك لا أتركك. وجد كلامك فأكلته، هنا مش قريته بقى، طبيعي قريته وحفظته، لا 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 قريته ولا حفظته، في مستوى أعلى من قريته وحفظته، أكلته. فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلب. هكمل النص وبعدين نعيش احنا كل كلامنا عن كلمة ربنا المرة. لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود، لم أجلس في محفل المازحين مبتهجا. قال بعد ما لقيت كلمة ربنا مش فاضي أقعد مع شوية ناس تتريق وتهيص ومسرحيات، كلام فاضي. خلاص اللي لقى الإنجيل وعرف حلاوته مش هقعد في محفل مازحين مبتهجا، أنا لقيت بهجة قلبي في حاجة تانية. من أجل يدك جلست وحدي. يعني إيه الحتة دي؟ برضو القديسين عندهم فكرة جميلة قوي يا ريتنا نوصل لها كلنا، إن وأنت بتقرا الإنجيل إيدك بتلمس إيد ربنا، إيدك بتلمس إيده. فمن أجل يدك جلست وحدي، فاهمينها يعني إيه؟ يعني عشان ألمس إيدك قلت أخد الإنجيل وأقعد لوحدي وأقعد أقرا لغاية ما إيه؟ أمسك إيدك، أمسكت ولم أرخيه. فمن أجل يدك جلست وحدي، يعني قلت لك يا رب عاوز إيدك، عاوز أحس بيك، عاوز أشوف اللمسة دي، عاوز أدخل لحاجة ما دقتهاش قبل كده، هفضل قاعد لوحدي وأقرأ لغاية ما أوصل لكده. لأنك ملأتني غضبا، يعني إيه؟ يعني أنا تعبان وأنت سمحت بكده، أنت سايبني في الهم ده والغلب ده والإحباط ده إنما أنا مش عرفت الحل. لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء؟ يأبى أن يشفى، يعني وجعي مش راضي يخف. أتكون لي مثل كاذب، مثل مياه غير دائمة؟ يعني إيه؟ شوفوا الجرأة اللي بيتكلم بيها. يا رب ما تدوقنيش المية وتحنسني، مياه غير دائمة يعني إيه؟ زي واحد يقول لك إيه رأيك؟ مية ساقعة جميلة والدنيا حر ولا عجبك؟ طيب خلاص، إيه اللي خلاص ده بقى؟ او خد شفته وبعدين بعدين ده ايه. ساعات الواحد يدخل على الانجيل وزي اللحس كده شفط، لا مش كفايه، فبيقول له ما تبقاش معايا
زي ميه غير دايمه، لا انا عاوز اشرب، لما اشرب سيبني اشرب. فكركم هنا بحكايه في العهد القديم بتاعه الميه دي. جدعون لما كان نازل حرب، جدعون ده راجل بسيط ساذج فلاح انما عنده ايمان جميل، فكان خايف لانه داخل حرب، الجماعه التانيين دول الاضعاف اضعاف، وربنا عمال يشجع فيه وما بيتشجعش مش مصدق. وبعدين ربنا قبل ما يشجعه قال له ايه، انت معاك كام؟ قال له معايا 30,000. قال له قدامك كام؟ قال له 300,000. قال له لا كتير علينا. قال له طبعا كتير. قال له لا انا بقول شعبك انت كتير. 30,000. قال له اللي قول لهم اللي خايف يروح. طبعا كلهم ما صدقوا، روح 20,000، لانه واضح انها خسرانه خسرانه. فضل 10,000. قال له معاك كام؟ قال له معايا 10. قال له لسه كتير. نزلهم عند الميه. نزلوا عند الميه، طبعا الناس في الصحراء ومستنيه حرب وبتاع، كله بقى ايه؟ ابتدى يبلبط بقى وابتدى. انما في ناس فاكره انها حرب، فحطت ايديها خدت بقين وشربت تمام وترصت تاني. اللي عملوا كده 300 واحد بس. الباقيين افتكروها اجازه وما شربوش، يعني ايه زي ما تقولوا استحموا وبتاع، لكن ما شربوش. فصارت المياه غير دائمه، تانيين شربوا. فاستعدوا للمعركة. قال له 300 دول اللي هيحاربوا بس. فبيقول له يا رب ما تبقاش كلمتك ليا زي مية غير دايمة. مش هاخد منك آية كل شهر. هاخد منك زقة كل كام يوم. ليه؟ طب ما أنا كل يوم هاخد. ليه وأنت بحرك واسع كده؟ أخدها نقطة نقطة يعني. فبيقول له ما تبقاش ليه كاذب. طبعا مش بيشتم ربنا، وعاوز يقول له إيه ما تحنسنيش. أنا عاوز لما أشرب أشرب، عاوز أدخل كده وأدوق. لذلك هكذا قال الرب إن رجعت أرجعك. رجعت عارفين معناها إيه؟ كان عاوز يسيب الخدمة ساعتها. عارفين لما خادم يحبط أو يقول مش لاعب مش هخدم تاني ونقعد نحايله. فهنا ربنا بيحايله فبيقول له عارف لو رجعت تشتغل معاه هرجعك تقف قصادي تاني وأدوقك بقى كل العز. وإذا أخرجت الثمين من المرزول فمثل فمي تكون. قال له أنت مش دقت قد إيه كلمتي حلوة؟ أنا ممكن أخلي كلامك زي كلامي بالظبط. بس في حالة واحدة، لما تطلع الغلط من الصح، أنت جواك مرزول لازم يتشال. عاوزين نخرج الثمين من المرزول، عاوزين نعمل عملية فلتريشن كده. في حاجات في حياتك حلوة، في حاجات كتيرة مش حلوة. تعال نفلتر الموضوع ونطلع الثمينة من المرزول. تعال نتنق. تعال نشتغل مع بعض في كلمة ربنا، نقوم نطلع الحاجة الحلوة ونركن الحاجة الوحشة. فمثل فمي تكون. إذا كنت أنت دقت قد إيه كلامي مريح هخليك أنت تريح الناس بالطريقة دي. مثل فمي تكون يعني زي ما أنا بريحك هتريح الناس. يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم. يعني هم اللي يجروا وراك مش أنت اللي هتجري وراهم. هو كان بيعاني أنه بيجري ورا الناس ومحدش معبره. قال له صدقني لو اتمليت بكلمتي وشربت المية الدايمة وطلعت المرزول من السمين هخليك زي فمي، يجروا وراك جري ويحبوا كلام من فمك ويتأثروا وتبطل الإحباط اللي عندك. وأجعلك لهذا الشعب سور نحاس حصينا يحاربوك ولا يقدرون عليك، لأني معك لأنقذك يقول الرب. تعالوا نرجع لوجد كلامك فأكلته ونركز فيها تاني. حكاية أن كلمة ربنا تتاكل دي، دي فكرة مالية الكتاب. يعني مثلا في حزقيال 3، حزقيال ده وقت أرمية بس بعديه برضو ب30 سنة. حزقيال طلع في الدفعة مش فاكر الأولى ولا الثانية من المزبيين، يعني أرمية تنبأ قبل السبي. فلما جه السبي كان أرمية في الستينات من عمره مثلا. حزقيال ودانيال كانوا شباب، سبوا من ضمن المزبيين، بس دانيال راح البابل نفسها، حزقيال راح بلد تانية بس برضه تبع بابل، والاثنين تنبأوا من الغرب. فقال لي يا ابن آدم، ده المسيح لو المجد بيكلم حزقيال، كل ما تجده، خلي بالكوا دي كل مش قول، لا كل يعني ايت، كل ما تجده كل هذا الدرج. المسيح ظهر له في رؤية وماسك رول كده، تعرفين كان زمان الكتب عبارة عن رولز كده تشوفوها في الأفلام القديمة، وقال له كل ده هياكله ازاي؟ طيب كل هذا الدرج
واذا هكلم بيت اسرائيل. ففتحت فمي، ما هي زي الرؤية، فاطعمني. تخيلوا بقى المسيح لو المجد ماسك الرول ده ومدخله في بقه كده بياكله له حته حته كده. قبلها على طول يقول ايه؟ وانت يا ابن ادم، حزقيال 2، فاسمع ما انا مكلمك به. اسمع دي ماشي. لا تكن متمردا كالبيت المتمرد، افتح فمك وكل ما انا معطيكه. تاني كل. ها، فنظرت واذا بيد ممدوده، يبقى كانت رؤيه شايف يعني، الي واذا بدرج سفر فيها. درج يعني الرول بتاع الكلام. نفس الفكره دي جت في رؤيه 10، يقول فاخذت السفر الصغير من يد الملاك، ده اللي بيحكي بقى المره دي يوحنا الرائي، يوحنا الحبيب، واكلته، لانه اصل المسيح قال ليوحنا خد السفر وكله، فالملاك ماسك كتاب. المسيح بيقول ليوحنا روح خده من ايده وكله. حاضر يا رب. راح خد السفر ابتدى ياكله، ما هي رؤيه برضه. فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما اكلته صار جوفي مرا. ليه حلو فكالعسل في الاول؟ هي دي الحته اللي فاتت. فكان كلامك لي ايه؟ للفرح ولبهجه قلبي. اول اكشن يعمله كلمه ربنا انك تفرح. يعني ممكن بتقرا اي نص وركزت فيه وصليت وانت بتقرا، تحس بعد نص ساعه الفرح ابتدى يدخل قلبك. ده سر طبيعي من اسرار كلمه ربنا. كلمه ربنا اسمها بشاره، فلازم تفرح. انما خلي بالك، ده دي الطعم الاولاني، لما الكلام يدخل جوه قوي تحس بمرار. ايه المرار ده بقى؟ الكلمه اصلها تعزي وبعدين تنخس. يعني تعزي تفرح، تحس ربنا بيحبك قوي والسما بتتحضر لك، وبعدين بقى ايه لما يدخل الكلام لجوه يقول لك عاوزين بقى نشيل الحته دي، عاوزين نوضب الحته دي، بلاش بقى الموضوع ده، ابتدى النخس بقى. فكان في جوفي مرا. اذا كلمه ربنا حلوه ومره. حلوه يعني معزيه ومفرحه ومبهجه، ومره يعني توجع، بتوجع بتخبط، ليها شويه مرار، لان الواحد بيفاجئ قد ايه هو بعيد عن الصح. ازاي الواحد ياكل؟ هل الواحد بيتعامل مع كلمه ربنا على انها اكل؟ نفسنا نوصل لكده. يعني الواحد مثلا يروح بالليل كده يشمر كمامه ويفتح الانجيل وايه ويقعد كده رايق ويعني يبتدي ياكل، ويجيب تفسير بقى طرشي مثلا ويجيب مش عارف، عشان بياخدها بمزاج. لو عملنا كده هناكل وهنشبع. انما حكايه اصحاح واقلب كده، خلينا نشوف حالنا. ما هو ده مش اكل يعني، احنا ما بنشبعش. كم واحد بيدخل على الانجيل وهو جعان وحاسس انه هياكل؟ اكيد الجعان هيشبع. طوبى للجياع والعطاش لانهم يشبعون، احنا مش بنشبع عشان ما احناش جعانين، جعانين انها حاجات تانية. هل الواحد بيعمل وجبه دسمه ولا بيلقط؟ والنهارده من كتر الزحمه والدوشه والمشغوليه تلاقي الناس بتاكل على الماشي، وتلاقوا طبعا التيك اواي ده كله ما بيجيبش صحه قوي. التيك اواي بتاع الانجيل كده برضه، عايشين كلنا كده ايه بالايه. يعني ايه اللي بالايه؟ ده الناس كانت زمان تقعد بالسفر مش بالايه. يعني لما تسمعوا القديسين يقول لك ذهبي الفم ده بطرك، يعني مشغول جدا، يصحى كل يوم الصبح يسمع له رسالتين. كان مغرم ببولس الرسول، كان حافظ ال 14 رساله، فايه على الصبح كده يقرا له رسالتين يسمعهم بمزاج كده. ما يقدرش يبتدي يومه من غير كده. يقول لك داوود النبي وده ملك، لازم يقول له كم مزمور كده، يقول له كان معلق القيثارة فوق السرير، أول ما فتح عينيه شد القيثارة واشتغل، ويتفلقوا الوزراء اللي بره يعني، مش مهم المملكة، بس يشبع الأول. الناس دي كانت فاهمة بتعمل إيه، أو كانت عايشة، عشان كده قريبين من ربنا. كان بالنسبة لهم الإنجيل أكل. هل الواحد بيهضم؟ ما فكرة الأكل معناها إنك بتهضم، يعني بتمضغ، تقعد تاخد الآية وتفكر حتة حتة كده. والمضغ ده يدخل جوه ويحصل هضم، فالآية بتستوي جواك
انما احنا اللي على الطاير ده كاننا سوري بناكل ومنرجح يعني، ما بنلحقش نهضم خالص. انما في واحد ياكل ويهضم يعني، ربنا يحمي ابونا تدرس يعقوب لانه استاذنا في الحاجات دي. مره كان بيحكي كده في قعده ان في ايه قعدت معاه اسبوعين مش عارف يطلع براه عشان يدخل لجواها عشان يجيب اخرها. صاروا ايه مخليها سرحان مدوخات. شوفوا الناس دي بقى واصله لمستوى من الحب والعمق، حاجه حلوه. وده معروض علينا كلنا، ما هو الاكل ببلاش، اكل ربنا ده ببلاش، ما حدش ما عندوش انجيل. كان كلامك ليل الفرح ولبهجه قلبي. ايه اللي صبر ارميا عن النبوه؟ الحاجات اللي الواحد عرفها بس الفتره الاخيره، ارميا تنبأ حوالي 45 سنه لم يرى يوما واحدا في تشجيع من الناس تقريبا. يعني تصوروا، انا حطيت نفسي مطرح، قلت انا لو قعدت شهر مش 45 سنه بوعظ ولا بكلم الناس ولا باخد اعترافات، محدش معبرني، ده انا يجي لي حاجه. مش ممكن، ده وضع صعب جدا. الواحد غصب عنه رد الفعل بيفرق معاه. الراجل ده زي 45 سنة يقول كلما تكلمت صارت كلمته لي للعار وللسخرة كل النهار. يعني كل ما انطق اتبهدل، كل ما اقول كلمة عن ربنا اخد في وشي. طب ما هو صعب. ايه اللي صبره؟ انه يقعد مع كلمة ربنا. ايه اللي اداله قوة يثابر 45 سنة بدون ثمر؟ دي حاجة صعبة جدا، لكن كلمة ربنا مخليها رافع راسه وقوي. كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. في مزمور 119 يقول أتلذذ بوصاياك التي أحببت وأرفع يدي إلى وصاياك التي وددت وأناجي بفرائدك. شوفوا كلمة أتلذذ بوصاياك، يعني الواحد كده يقعد يقرأ الوصية ولا الآية ويقعد يحرك لسانه كده بلذة بمزاج بشغف. كم واحد فينا بيحب الإنجيل بالدرجات دي أو بيقبل عليه بالطريقة دي؟ ما أحلى قولك لحنك. إذا نفس الفكرة داود بيقولها، أحلى قولك لحنك، يعني الكلام بيدخل يبقى طالع كمان وانت بتقوله وانت فرحان وانت بتقول الآية مبسوط. أحلى من العسل لفمي، من وصاياك أتفطن، لذلك أبغضت كل طريق كذب. بعد ما تدوق بقى الحاجات دي تلاقي نفسك مش قادر تتكلم كلمة بطالة، مش قادر تحكي الحكاوي العادية بتاعت الناس، كلام فاضي. بعدين يقول من أجل يدك جلست وحدي، لم أجلس في محفل المازحين مبتهجا، من أجل يدك جلست وحدي لأن قد ملأتني غضبا. لما تكون غضبان اعمل الروشتة دي، روح اقعد لوحدك وقول له يا رب عاوز ايدك على راسي تهديني، في فوران جوه، في غليان، فمش هطلع للناس كده، حط ايدك من فضلك. في مزمور 55 المرنم يقول يا ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح. ساعات يجي الإحساس ده، الواحد يبقى عاوز يهج من كتر الضغط النفسي والإحباطات، يبقى عاوز يطير. يا ليت لي جناحا. أرميا قالها بطريقة تانية، أرميا 9 يقول يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين. مبيت مسافرين كان زمان، عارفين الموتيلز اللي بين الولايات وبعضها، كان في حاجة اسمها مبيت مسافرين، لأن كانوا بيسافروا بالجمال والحمير، فتلاقي بيت كده دورين ولا أوضتين، حاجة اسمها مبيت مسافرين، بيوت تعبانة أوي زمان، إنما بعيد عن الناس. فيقول يا سلام لو ليا بيت مسافرين من البيوت دي، أروح ما أشوفش حد، عشان يقعد بس مع ربنا ويختلي. فأترك شعبي وأنطلق لأنهم جميعا زناء جماعة خائنين. كم واحد بيشتاق يهج عشان يقعد مع ربنا؟ كم واحد بيحب الخلوة؟ كم واحد بيهرب من الناس عشان يفتح الإنجيل وياكل بمزاج؟ الحاجات دي احنا مش بنعمل، وعشان كده برضو الدنيا ايه طعمها مش حلوة قوي. انما لو الحاجات دي بقت في حياتنا هتلاقوا كل الامور سهلة، كل حاجة هتهون بعد كده. وبعدين يقول له اذا اخرجت الثمين من المرزول. عمل كلمة ربنا، ربنا بكلامه بيعمل الحتة دي. كلمة ربنا أحد تشبيهاتها الفلتر ده، المصفى دي.
يقول الذي رفشه في يده وسينقي بيضاره. الرفشة دي شرحها لي حد من الفلاحين، قال لي حاجة زي الشوكة كده بيدروا بيها الحبوب عشان ايه؟ القشرة تطير والحباية تقع. كلمة ربنا هي دي الرفشة اللي في ايد المسيحي والرفش في يده. فكلمة ربنا تخبط على قلبك تنطر القشر، فاهمين ازاي؟ القلب ده غالي، القلب ده فيه روح ربنا، حاجة غالية جدا بس مليان قشر، مليان قشر، مليان حاجات تافهة كتير قوي. فكلمة ربنا بتعمل ايه؟ بتطرد القشر ده كله. أخرجت الثمينة من المرزول، عاوزين نخلي قلبك كله جواهر ثمينة، مش عاوزين الكلام الفاضي، مش عاوزين القشر ده. لما بولس الرسول اتعمد نزلت قشور من عينيه، كان حاسس في حاجات كتيرة غلط، راحت من عينيه كده قشر وفتح، ابتدت حياته تختلف. كلمة ربنا تعمل كده. عاوزين نطلع الحلو من الوحش اللي في حياتنا، ده شغل كلام ربنا. ادي وقت للإنجيل توصل للحتة دي. هكذا قال الرب: إن رجعت أرجعك فتقف أمامي. كلمة جميلة، ارجع هرجعك. طب أنا مش فاهمها، ما هو هيرجع. تبدو للوهلة الأولى، هو أنا اللي هرجع ولا أنت اللي هترجعني؟ يعني ده اللي بنسميه مفهوم الجهاد والنعمة. يعني إيه؟ خد خطوة وأنا هاخد 10. يعني مثلا في مثل الابن الضال تمشي الآية دي: إن رجعت أرجعك. فاهمنا؟ أنت ارجع بس، خلي وشك ناحية بيتك وشوف أنا أعمل إيه. هجري عليك وأخدك في حضني وأقول لك بيتك ومطرحك. إن رجعت أرجعك، يعني أنت بس خد خطوة، ركز، إدي وقت للإنجيل، اطلب نعمة وشوف أنا أعمل إيه. إحنا الخطوة اللي علينا مش عايزين نعملها. فكرة احترام وقت ربنا وإنجيل ربنا والتركيز مع كلمة ربنا مش عاوزين نعملها. طب هو ربنا عاوز يعمل دوره، عاوز يرجعك، عاوز ياخدك في حضنه، عاوز يشبعك. إن رجعت أرجعك فتقف أمامي. إذا في علاقة وثيقة بين قراية الكتاب وبين الوقوف قدام ربنا. أكتر واحد يشبع بالصلاة هو اللي شبعان بالإنجيل. برضو دي مشكلة عند ناس كتير، يقول في الصلاة مش بحس. ما أنت مش بتحس عشان مش واكل، مش متغذي. عشان كده تلاحظوا ان القداس ماشي ازاي. النص الاولاني ايه؟ اغلبه قرايات. نص القداس الاولاني كل 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 من الاكل بتاع الكنيسه بقى، بولس وكاثوليكون وابراكسيس ومزمور وانجيل، غذاء. وبعدين تدخل بقى على القداس مؤمنين تعرف تصلي: ان رجعت ارجعك فتقف امامي. كل ده جاي نتيجه كلمه ربنا. اذا اخرجت الثمين من المردول فمثل فمي تكون. يعني انت نفسك هتبقى كلامك زي كلام ربنا، هتبقى في قوة في كلامك. هم يرجعون اليك وانت لا ترجع اليهم. هل ارميا ترك الخدمة؟ يجوز تركها فترة مؤقتة، لان في نفس الاصحاح ده قال ايه؟ لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء يأبى ان يشفى. يعني يا رب انا تعبت قوي وجرحت جرح غويط ومش راضي جرحي يخف، متبهدل، تعبان نفسيا. فهنا ربنا قال له: لا يا حبيبي، ارجع تاني، اشتغل تاني، افتح الانجيل تاني، كل كل الكلام تاني، هتلاقي الفرح والبهجة، انا اللي هظبط كل حاجة. بس هنا بيقول له: جرحي عديم الشفاء، انا تعبان قوي، انا مجروح جدا، انا مش لاقي حاجة تصح تتصلح. قال له: انا اللي هوري لك، هعملك سور نحاس وعملك عمود حديد ويحاربوك وما يقدروش عليك. في نفس الإصحاح في كلمة في الأول خالص، حتى في أول الإصحاح كده فاتتنا، نرجع لها بقى. يقول: ثم قال الرب لي، في أول 15: إن وقف موسى وصموئيل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب، أطرحهم من أمامي فيخرجوا. ويكون إذا قالوا لك إلى أين نخرج، أنك تقول لهم: هكذا قال الرب، الذين للموت فإلى الموت، والذين للسيف فإلى السيف، والذين للجوع فإلى الجوع، والذين للسبي فإلى السبي، وأوكل عليهم 4 أنواع، يقول الرب: السيف للقتل، والكلاب للسحب، وطيور السماء ووحوش الأرض للأكل والإهلاك، وأدفعهم للقلق في كل ممالك الأرض من أجل منسى بن حذقية ملك يهوذا، من أجل ما صنع في أورشليم.
فمن يشفق عليك يا أورشليم ومن يعزيك ومن يميل ليسأل عن سلامتك؟ أنت تركتيني يقول الرب إلى الوراء سرت فأمد يدي عليك وأهلكك مللت من الندامة. كلمة غريبة أوي، عارفين يعني إيه مللت من الندامة؟ أنا هبتدي من الآخر. كل مرة أرجع في كلامي وأقول يمكن يتصلح. فمين الندم؟ عارفين لما بيتقال ندم الله عن الشر؟ طبعا في ناس بتعمل لنا مشكلة في الآية دي، تقول لك إزاي تقولوا كده؟ احنا ما بنقولش كده، ده ربنا بيعبر عن موقفه بطريقة إنسانية، لكن هو عارف هيعمل إيه من الأول. بس لأن بيصعب عليه الناس، فقبل ما ياخد قرار الإعدام يقول طب نأجلها شوية. فاهمين إزاي؟ وبعدين يقول مللت من الندامة. مليت من قولة طب شوية كمان، طب نديهم فرصة تاني، طب يمكن يتصلح، طب نأجل الغضب. فمن طيبة ربنا بيقول ده أنا مليت من الندامة. إيه حكاية بقى موسى وصمويل؟ إن وقف موسى وصمويل أمامي، أولا الآية دي تؤكد فكرة إيه؟ الشفاعة. إن ربنا المرة دي زعلان قوي، فقال عارفين لو موسى، يبقى هو موسى ده مهم قوي، موسى وقف قصادي ولا صمويل؟ رجال دول في السماء على فكرة، إحنا في أرميا 650، موسى ده 1500 وصمويل ده 1100. فالناس دي في السماء بقى لها كتير قاعدين في عند ربنا يعني. قال لهم عارفين لو موسى ولا صمويل وقفوا قصادي دلوقتي برضه مش هسمح. معنى كده ان دول بيفرقوا جدا معاه وممكن يسمع لهم جدا، وده اللي هنشوفه دلوقتي، ان موسى وقف مره تاريخيه وصمويل وقف مره تاني وفرقت جدا صلاته، انما المرحله اللي وصلوا لها وقت ارميا اسوأ. فقال لهم حتى شفاعه موسى وصمويل مش هتنفع معاكم دلوقتي. في خروج 33 دي بعد حادثة العجل الذهبي كان موقف موسى المشهور، لأنه قال لربنا إيه؟ قال له شوف يا رب، وكان بيكلمه بمنتهى الجرأة بدالة غريبة يعني، إن لم يسر وجهك لا تصعدنا من هون. أصل ربنا قال له إيه؟ أنا مش همشي معاك تاني يا موسى أنت وشعبك. قال له وأنا مش ماشي، وأنا مش همشي، مش هتحرك، خلينا نموت هنا. أنا طلعت من مصر ومتفقين انك تمشي قصادي، لو مش هتمشي قصادي انا مش ماشي. فمين الدالة؟ يعني انت خرجتني من مصر متفقين انك تتحرك قصادي خطوة بخطوة، ماليش دعوة الشعب عمل، احنا متفقين، فان لم يسر وجهك لا تصعدنا، مش عاوزين كنعان، خلينا نموت هنا. بمنتهى الجرأة والدالة. فانه بماذا يعلم اني وجدت نعمة في عينيك؟ امال بس يعني اقول للناس ان انا ربنا بيحبني وبيسمع لي ازاي؟ انا وجدت نعمة في عينيك. طب عشان خاطري، لما اقول لهم عشان خاطري لازم ارجع اقول لهم خاطري نفع يعني. انا وشعبك اليس بمسيرك معنا فنمتاز انا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الارض؟ فقال الرب لموسى هذا الامر ايضا الذي تكلمت عنه افعله. عمال يرجع في كلامه ربنا، اصل الامر اللي قبله قال له ايه؟ قال له هفنيهم. قال له لا، تفنيهم يبقى تفنيني معاهم. طب حاضر مش هفنيهم، طب مش همشي معاكم لان لو مشيت معاكم مش هتستحملوا. قال له برضو لا، تمشي قصادنا زي الاول، مش هينفع امشي وانت مش قصادي. قال له وهذا الامر ايضا افعله. حاضر، مع ان ربنا غضبان في الوقت ده، مجروح جدا لانه قبلها العجل الذهبي. فاهمين ازاي؟ شوفوا مركز موسى، شوفوا عظمه هذا الشخص اللي وقف قدام ربنا يشفع في عالم وراه، حاجة حلوة قوي. فهنا لما بيقول له إن وقف موسى أمامي، من قلبي مش مفتوح للناس دول، ده معناها صعب قوي. صمويل برضه حصل موقف قبل كده، في صمويل الأول 12. صمويل جمع الناس بعد فترة فساد وهو زي اللي محبط جدا وصعبان عليه وهو كبير في السن. أما هو حصاد الحنطة، كان صمويل بيقول كده للشعب، كان قدامه آلاف. فإن حصاد الحنطة بتبقى جو رايق جدا، موسم ما فيهوش لا مطر ولا برق ولا كلام من ده خالص. قال لهم مش اليومين دول حصاد الحنطة، أنا هوريكم ربنا غضبان قد إيه. الجو المفروض صيف وما فيهوش أي عكرة يعني. فإني أدعو الرب فيعطي رعودا ومطرا فتعلمون وترون أنه عظيم شركم الذي عملتموه. في عيني الرب طلبكم لأنفسكم ملكا. ساعتها كانوا كمان زودوا على الزوغان إن هم قالوا عاوزين ملك. قبل شاول فدعا صمويل الرب، بقى صمويل يرفع ايديه كده ويقول له رب وريهم انك زعلان.
فأول ما قال له كده إيه الدنيا اتقلبت، فيقول إيه فأعطى رعودا ومطرا في ذلك اليوم، وخاف جميع الشعب الرب وصمويل جدا. الناس اترعبت، مش موسم رعد ولا مطر خالص، بس هو عشان يوريهم بس إنه زعلان. شوفوا صمويل يقول له وريهم بس، إيه ده العظمة دي، الناس دي كبيرة أوي. وقال جميع الشعب لصمويل صلي عن عبيدك إلى الرب حتى لا نموت، لأننا أضفنا إلى جميع خطايانا شرا بطلبنا لأنفسنا ملكا. فقال صمويل للشعب لا تخاف، إنكم قد فعلتم كل هذا الشر، ولكن لا تحيدوا عن الرب بل اعبدوا الرب كل قلوب. ما تخافوش يعني هصلي لكم، ما تخافوش أنا أقدر أقف قدامه، أنا هحوش غضبه. شوفوا الدالة والثقة، ما تخافوش أنا متفق معاه لسه مش هيغضب دلوقتي، ده أنا بس عاوز أوريكم إنه صعبان عليه قد إيه. شوفوا الدالة، شوفوا الصداقة اللي وصلوا لها الكبار دول موسى وصمويل. فلما أرميا بيقول، ربنا بيقول له إن وقف أمامي، ما هو أرميا بقى نمرة ثلاثة بعد كده، عاوز يقول له أنت دخلت في الليستة الكبيرة دي اللي بيشفعوا في الناس. إن وقف أمامي موسى وصمويل لا تكن نفسي نحو هذا الشعب. آخر كلمة ناخدها يقول إيه؟ وأذريهم بمذرات في أبواب الأرض. أرميا 15:7، أذريهم بمذرة في أبواب الأرض، أثكلوا وأبيد شعبي لم يرجعوا عن طرقه. هنا السبي اللي جاي ده أو الأيام الصعبة بتعمل زي المذرة اللي كنا بنحكي عنها، بتدري يعني بتفرز الحلو عن الوحش. لما الواحد ما يستجبش لكلمة ربنا، احنا قلنا كلمة ربنا هي اللي تخرج السمين من المرزي، هي الرفشة اللي في يد الفلاح المسيح له المجد. انما لو الواحد ما تجاوبش مع كلمة ربنا وما تعلمش وما اتعظش، ممكن تيجي بقى ايه مدرة تانية بس صعبة شوية، تيجي ايام صعبة قوي، تجارب شديدة هي اللي تعمل الحكاية دي، هي اللي تصلح بقى البني آدم. أثكل وأبيد الثكل اللي هو موت الأقارب والأولاد لو ما رجعوش عن طرقه. الذي رفش في يد وسينقي بيضاره فيجمع قمحه للمخزن، وأما التبن فيحرق بنار لا تطفئ. أو في لوقا 17 يقول تكون اثنتان تطحنان معا، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. إيه دي المدرة؟ يعني يوم الدينونة كمان هيبقى فرز، واحدة يمين واحدة شمال، والتجارب بتطلع الوحش من الحلو، الأيام الصعبة بتصنفر البني آدم الروحاني وتخليه قديس، وممكن تكمل على البني آدم الوحش ويزمر على ربنا ويلخبطه. فانتهى الإصحاح ده بقى بكلمتين إيه، طبعا هو عمال يسمع إيه، مفيش فايدة أرميها في شعبك، الناس دول متعبين، اشبع أنت بكلامي، روح قول لهم كلامي، إنما عاوز أقول لك برضو مش هيسمعوا. فأرميا بقى بيشكي في آخر الإصحاح يقول إيه، ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني، يعني ليه عملتي فيا كده؟ ليه سبتيني أجي الدنيا دي؟ ولدتيني إنسان خصام، إنسان نزاع لكل الأرض. هو ما بيخصمش بس هو كلامه مخسره الناس كلها، ما هو الإنسان اللي بيقول الحق بيزعل الناس منه، الناس البني آدم اللي بيتكلم عن ربنا بيخسر ناس كتير. فقال ليه بس ولدتيني أطلع إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض؟ لم أقرض ولا أقرضوني، لسلفت حد ولا حد استلف مني، بس محدش طايقني، وكل واحد يلعني. يعني ممكن اللعنة تبقى مفهومة لما يبقى لك فلوس على حد فيلعنك عشان يخلص منك أو عشان بتطلبه، أو أنت مستلف عاوز فلوسه، فقال لم أقرض ولا أقرضوني لكن كلهم بيلعنوني، يعني ملياش حاجة عند حد ولا له حاجة عندي، إنما أنا ملعون من الناس كلها بسبب الرسالة. قال الرب إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع عليك. يوم ربنا على طول لما يلاقي نهار كده يصبر، يقول لا 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 ما تخافش، ده أنا أخليهم هم اللي يرجعوا لك ويتضرعوا إليك. لإلهنا كل مجد وكرم والأبد.